السلام عليكم. أعلنت مصالح الأرصاد الجوية عن قدوم اضطراب جوي نشيط الفعالية محمل بأمطار رعدية غزيرة وكذا ثلوج على المرتفعات الداخلية. وحسب توقعات ذات المصالح فإن الأجواء ستبقى مستقرة وصافية على الولاية الشمالية للوطن غدا السبت، وأوضحت أن درجات الحرارة ستبقى ربيعية وستتراوح بين 20 و28 درجة على الولايات الشمالية. وكشفت الأرصاد الجوية أنه بداية من يوم الأحد سيكون هنالك اضطراب جوي نشيط الفعالية وسريع محمل بأمطار غزيرة، وسيخص الاضطراب الجوي الولايات الغربية على غرار تلمسان، وهران، سيدي بلعباس، سعيدة، معسكر وكذا ولاية تيارت. لتنتقل الأمطار بداية من يوم الاثنين إلى الولايات الوسطى والشرقية، وتصل كميتها 30 ملم محليا، وستكون الثلوج حاضرة على قمم المرتفعات الداخلية الوسطى والشرقية يوم الاثنين. وكشفت ذات المصالح أن الاضطراب الجوي سيكون سريع، حيث ستعود الأجواء إلى الصفاء والاستقرار بداية من يوم الثلاثاء.